إذا سي بارتي بوغ لا كاتريام كورس انطلاق جايزة مليح خيول الجيزية إلى أربع سنوات فما فوق سباق مصيفتي لا ديستونس هي 1850 متر انطلاقة قوية من جانب الفرنسي رقم أربعة جان مارا عثمان مرسوي في البرومييغ بلاص والدوزيام بلاص كتب صعود ممتاز لكل من رقم خمسة نيكست تايم وكذلك صعود ممتاز لرقم ثمانية ديلان مع ركيب سعيد من حيفة ثوازيام بلاص في الصف الرابع كتب صعود ممتاز للفرنسي رقم واحد اللي هو بول دريد الان رقم أربعة جان مارا في البرومييغ بلاص رقم أربعة الان كيحاول انه يرفع لقاعد السباق في المقدمة في الدوزيام بلاص كنوجدو نيميرو 5 اللي هو نيكست تايم مع ركيب عمر الجزر في الثوازيام بلاص صراع بين كل من بول دريد نيميرو 1 ورقم 3 بغيف زد تي مع ركيب المهدي البيموي باقي رقم 4 جان مارا تشبتاب لابرومييغ بلاص مع ركيب عثمان مارساوي اذا الان رقم 4 جان مارا كتحاول ترفع لقاع السباق في المقدمة في الدوزيام بلاص نيميرو 5 نيكست تايم مع ركيب عمر الجزر في الثوازيام بلاص رقم بول دريد ما راح يفطر في الصف الرابع صعود ديال نيميرو 3 بغيف زد تي مع ركيب المهدي الميموني باقي رقم 4 جان مارا في الصف الاول ونيميرو 5 نيكست تايم في الدوزيام بلاص صراع قوي على الصف الاول الان بين رقم 4 جان مارا ورقم 5 نيكست تايم صراع قوي بين عثمان المرساوي وكذلك مع عمر الرجل اللي كيتنافس الان كيحاول انه يتثبت في البرومييغ بلاص وكيحاول انه يرفع الايقاع ديال السباق في المقدمه رقم 4 نيكست تايم في البرومييغ بلاص الدوزيام بلاص صعود ممتاز ديال رقم 2 او رقم 1 عفوا بول دريد راح يفطر الان كينقذ على الصف الاول كيتجاوز ديال مارا وكينطلق بقوه في البرومييغ بلاص بول دريد في الصف الاول في الدوزيام بلاص نيميرو 4 يا مارا في الصف الثالث رقم 5 نيكست تايم وفي الصف الرابع نيميرو 3 او رقم 2 عفوا بغيف اولاد مع ركيب احمد لكشل رقم 1 الان في انطلاقه متميزه عبد الرحيم في الطول الان كيحاول انه يرفع الايقاع ديال السباق في المقدمه رقم 1 بول دريد في البرومييغ بلاص نيميرو 4 يا مارا في الدوزيام بلاص ونيميرو 5 نيكست تايم في الثوازيام بلاص نيميرو 1 بول دريد كينطلق بقوه كيرفع الايقاع السباق في المقدمه كينطلق بثبات نحو الفوز بهذا المسابقة فوز لرقم واحد بول دريد عبد الرحيم الطول في المرتبة الأولى فلاس دوزيام بلاس ديال مارا رقم جوج عفوا رقم أربعة في الصف الثالث في الصف الرابع رقم خمسة نيكست تايم الفوز ديال بول دريد رقم واحد بهذا المسابقة